يا أخوان، رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وهو صحابي، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. الجهاد رايته نبي، رايته النبي عليه الصلاة والسلام، رايته اللي كلمة الله العليا. يقول: يا رسول الله، إن أنا قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيغفر الله لي؟ شو الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، إلا الدين. إذا المجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله مع جيش النبي عليه الصلاة والسلام ويقتل شهيدا، لو مات لا يغفر له الدين. ما بالك يا أخي ما أخذ قرض 10 سنوات أو 15 سنة؟ حاول تربي نفسك أنك ما تأخذ قروض. خلاص خلاص، أكثركم ما أخذ قروض، مبين عليهم، شفتكم من عيونكم، ها؟ بس يمكن الياس بعد أنه محاصل أخذ قرض يمكن، ها؟ لا معلش، اللي أخذ لا وتورط، الله المستعان، يسمونه تورق. شيخنا الثمين يقول هذا أشد من الربا، لأنهم يحتالون على الربا، يسمونه إسلامي، ويأخذون فوائدهم أكثر من البنوك الربوية. والبنك الربوي إذا الله رزقك جيت تدفع طيح عنك، هذا ما يطيحون عنك. واحد قال: ليش يا أخي؟ قال: لا، الحلال غالي. الحلال غالي؟ قال: أنا تارك البنوك المحرمة جايك تقول حلال غالي، تأخذ فائدة أكثر، وإذا الله رزقني جيت أسدد ما تطيح عليه شيء. لماذا هذا؟ المفروض إذا أنت حريص على أن تكون إسلامي كما تقول، تيسر الناس أكثر، مش تأخذ فائدة أكثر من البنك الربوي. لكن هذا للأسف باسم الإسلام، ها، بنك إسلامي، تأمين إسلامي، طقاقة إسلامية، مايو إسلامي، ما أدري شنو، دي جي إسلامي، حط إسلامي، حتى وجد دجاجة مكتوب عليها ذبح إسلامي ورقبتها عليها ما انقطعت رقبتها. إسلام هؤلاء يستغلونه حتى إنهم لا يفرحون بالأزمات والكوارث. عشان إيش؟ إسلامي، علشان تبرعات. يأتون باللقطات المؤلمة جدا، أطفال ينامون في الماء في مخيمات، الدمعة، كل ما التقط لقطة مؤثرة أكثر كلما سحب أكثر ويأخذ نسبته، يأخذ نسبته. اتهام؟ لا، أنا ما أتكلم عن اللي ما يأخذ نسبة، لكن اللي يأخذ نسبة، اللي يذهب للقطات مؤلمة في الصحاري في المخيمات في كذا ويأخذ لقطة مؤلمة بقصد أن يأخذ النسبة الفلانية، هذا ماذا يفعل؟ يتمنى الكوارث للناس علشان يأتي باللقطات المؤثرة علشان يأخذ النسبة. في ناس ما يأخذ نسبة، أكيد في ناس ما يأخذ نسبة، لكن الكلام عن هؤلاء الذين يستغلون ضعف المسلمين ومشاكل المسلمين وكوارث المسلمين حتى يأخذون نسبهم لأنفسهم. إسلامي، فالإسلام بريء من يتستر به ليأكل أموال الناس بالباطل. انتبهتم؟ انتبهتم؟ هذا موجود أو ليس موجود؟ موجود. مجال التبرعات والوقف هذا مجال كبير، ليش؟ لأكل أموال الناس بالباطل. لماذا؟ لأنه ماله ولي. شلون يعني ماله ولي؟ أنا واحد رمى الفلوس تبرع فيها، ما راح يحاسبك وين وديتها، بينك وبين ربك. الآن أنت ممكن تبني بيتك وتضع إيش؟ عقد مع مقاول، حاطلة شروط وتوثقه عند المحامي وكذا وكذا، وتصير مشاكل ونفتح عيونك على حلالك وتصير مشاكل، صح؟ أليس كذلك؟ كثير تصير مشاكل مع المقاولين، يمكن لا يكاد واحد يدخل مقاولات وبناء وكذا ما يطلع ما من البيت وانتهي إلا انتهت طلع على صلعة وشيبت لحيته، يعني ما يخلص من البنيان، صح؟ وكاتب إيش؟ عقد، وواقف على رأسه وحاط شروط وفي محاكم وفي لجنة خبراء، ومع ذلك المقاولون يختلسون. ما بالك إذا أعطيت واحد مال بدون قيد بدون شرط وقلت له خذ، والناس ترمي، وهذا يخطب خطبة ويقول لهم كذا وكذا وكذا وتبرعوا، وينزل الخطيب ويفرش بشته والناس ترمي بالبشت بدون فواتير بدون شيء، ويحمل البكشة هذه ويحطها على ظهره ويمشي بها. ولذلك بعض الناس صادوه حرامي وانسجن بعد، لأنه إيش؟ يأكل التبرعات. هذا موجود، هذا موجود، لكن انتبهوا. ونقول لها: لا، اتقوا الله
لا تفرحوا بالكوارث على المسلمين من أجل التبرعات. بعضهم يقول هذه الحوادث لا تحسبوه شرا لكم، هذا فيه خير، لأن الناس ما تتبرع، ما تتبرع إلا عند الحوادث، إلا عند الكوارث. الناس بهل كان وانت جاي مبسوط لأن التبرعات، صلى الله العافية. وناس يقول ما شاء الله مخيمات هناك الزواج رخيص، ناس في كارثة وانت رايح تستغل زواج تأخذ بناتهم علشان، وين يا أخي غيرتك على المسلمين؟ وين ألا تتقي الله عز وجل؟ هذه قتل والدها، وهذا ضاع أخوها، وهذا أمها وأبوها، وانت جاي فقط تستغل والله عشان تأخذ من البنات، والله المهر رخيص، الحق شنو الحق يا أخي؟ ترى تدور الدوار، يمكن يوم من الأيام صير أنت بمخيم، أنت بناتك ولا أخواتك بمخيم. اتقوا الله في المسلمين، نسأل الله العافية. الله المستعان. طيب معلش أنا عصبت شوي ولا تروالي عصبت شوي، ها معلش. زين خلينا نوقف الدرس لأن كان الضغط ارتفع شوي. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.